يا ليل. طب ما انا ليل. انا بنشد لنفسي. اخوي فين يا ليل؟ عابد، عابد، الحمد لله على السلامة يا عابد. ايه ده؟ ايه النور ده؟ نورتني كده على الواجب. طب اقعد كل حاجة، عيش وملح مع بعض. أنا مش جاي عشان أتكلم ولا جاي عشان أكل عيش وملح معاك، أنا جاي وعايز أعرف حاجة واحدة بس، فين أخويا ليل؟ أنت جاي لوحدك ليه؟ مش حمزة كان معاك برضو؟ حمزة هيجي وقت اللزوم، وعاك أنت بس تكون خايف. خايف؟ أنا خايف؟ المهم أنت اللي ما تكونش خايف. يلا 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 عشان ناكل، يلا يلا. أنا مش جاي عشان آكل، قلت فين أخوي؟ وأنا مش هتكلم غير لما تاكل. ماشي يا ليل، ماشي، ما أشوف آخرتها معاكي. يلا، عايزك تاخد حتة اللحمة دي وتقول لي رأيك فيها ايه. ما تجيب من الآخر كده، نقول انت عايز ايه يا ليل؟ عايزك تاكل. وانا مش جاي عشان اتضايف، انا جاي عشان عايز اخوك، عايز اخوك. خلاص حفظناه، وبعدين ولما انت حفظتها عاد ده وقتك ووقتي ليه؟ فين اخوي؟ اخوك قدامك من بدري، بس انت اللي مش واخد بالك منه. هتلعب معايا اياك ولا ايه؟ فين اخوي؟ قدامك اهو. مش فيه. ماشي، اخوك حتة لحمة، بس حتة لحمة طرية، ما خدش وقت في السوى. فين اخوي؟ فهمته جنان. اهدى يا عابد، اهدى. في ايه؟ مش انت عايز اخوك؟ هو قدامك اهو. هتلعب بيا اياك؟ فين اخويا ليل؟ اهدى اهدى. اسمع يا ليل، اسمعني كويس، انا عارف العيبك دي وعارف انت هتفكر في ايه، بس انا مش فاهم ايه الغرض من ده كله. انت مش عارف حاجة خالص ولا فاهم حاجة خالص، لانك لو فاهم كنت عرفت ان حمزة. لا بلاش بلاش بلاش، كل 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 كل. ماله حمزة؟ سكت ليه؟ شوف يا عابد، حمزة مرجاش ندمان ولا حاجة، حمزة كان بيخطط لجاتلك من البداية. مش هتصدقني؟ ماشي، بس لو عايز اثبت لك انا هسألك سؤال. انت عايز توجع بيني وبين حمزة عشان تكسب انت، صح؟ ما انا كده كده هكسب في الاخر. ايوه. بس انت اللي مش عايز تصدق. انا هثبت لك مين اللي مخطط لكل اللي بيحصل ده. يعني حمزة مين السبب ورا خطف اخوك؟ يعني حمزة مين السبب في ان اهل الواحة يبقوا في الحالة دي علشان خاطر يسيطر على الواحة وياخدها لصالحه؟ حمزة مين اللي عايز ياخد الكنز والخرايط؟ ايوه ايوه هو حمزة. اسمع يا عابد يا اخوي، حمزة خطط لجاتلك. ايوه خطط لجاتلك، ولو مش مصدقني حمزة استخبي ورا الشجرة اللي هناك دي،
مستنيك عشان يظهر في الوقت المناسب ويقتلك. لا لا، مش قادر اصدق. خلاص براحتك. على العموم يعني انت تقدر تروح لغاية هناك وتسمعه بنفسه وهو بيجهز الرجالة علشان يهجموا على الواحة وانت تموت. مش قادر اصدق. انت يا حمزة، انت يا حمزة، انت ايوه هو حمزة. يا عابد انت وحمزة، انا مش هفضل طول عمري، مش هفضل طول عمري تحت رجليك انت وهو. لا لا، انتوا الاتنين تخلصوا على بعض وناخد كل حاجة. ده انا ليل، بس ليل طويل. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.